ازيكم يا مواليد برج العقرب؟ يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج العقرب ليوم الاثنين 11 ابريل نيسان 2022. بالنسبة لتوقعات العشرية الاولى مواليد 23 اكتوبر ل 2 نوفمبر، انت مستعد النهاردة علشان تنجز كل الحاجات اللي ممكن تبقى بتعوقك عن انك تتقدم للامام في اتجاه كل اهدافك. بنصحك انك ما تيأسش، حاول انك تتوقع انك تلاقي كتير من المواساة النهاردة من اي شخص بيواجهك في طريقك في اليوم ده، فبنصحك انك تحشد قوتك اكتر وتستمر في تتبع كل احلامك حتى لو كان لابد من انك تغيرها بعض الشيء النهاردة. ما تتصرفش بتسرع، حافظ على طاقتك اكتر، انظر لكل المشكلات على انها مهمة اخرى لازم انك تنجزها، خليك واثق انه مش هيقف امامك اي حاجة. توقعات العشرية الثانية مواليد 3 نوفمبر ل 12 نوفمبر، انت وصلت النهاردة الحائط يعتبر سد في الوقت الحالي ده، ويبدو ان مفيش حاجة انت بتحرز من خلالها تقدم انها على وشك انها تنتهي وهتستسلم. هتعتبر مثل الاوقات دي اختبار هيبقى لقوتك ولإرادتك، هتتضح من خلالها انك كنت قريب بشكل كبير لأهميتك انك تمضي من خلالها قدما في خططك. عندئذ هتجد طاقة لازمة ليك علشان تستمر بصرف النظر عن العقبات لازم انك تتخلى عنها. بعد كده هتبدأ مرة تانية بمنظور يبقى مختلف اكتر. بالنسبة لتوقعات العشرية التالتة مواليد 13 نوفمبر ل 21 نوفمبر، اليوم مش هتبدو قادر على انك تنجز اي حاجة، لكن ما تخليش الموضوع ده يرجعك كتير للخلف. لو استمريت في الشغل بثبات هتستكشف النجاح مرة تانية. الوضع هيبقى مشابه في حياتك الخاصة مع شريك حياتك وأيضا مع كل أصدقائك، هتبحث عن الحلول المناسبة للتناقضات اللي بتحصل ولسوء التفاهم من خلال التواصل الهادف بشكل. مع التوتر النهاردة خطر كبير جدا على صحتك، فهتبحث عن خط وسط بين الاسترخاء والنشاط النهاردة.